شو صار سمير؟ حضرتك لورا أسعد صادق؟ نعم. إذا بتريدي على التفتيش عند الصبية؟ مش الحال. لا وين أهديني أنا ما عملت شيء. يا أمي بلكي أختك صار لها شيء. وسام وين؟ بعده بالمطار عم يتقهقع. تهريب مخدرات كيف يعني؟ اسم نجاح. آخر الليل. رح جنبك. شو بينفع غير الصوت؟ شو صار مع أخته؟ عم بحلف لك بكل شيء ما بعرف. حاجة كذب. يوميا بعد الأخبار على الـ MTV.